إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو أساسيات نمط الحياة الصحي، مثل الوقاية من الأمراض عن طريق حفظ الصحة الشخصية والإصحاح البيئي، مثل تنقية المياه، الشرب الملوثة جدا 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 ممكن يسبب أضرار على الجسم، أيضا تلوث البيئة، أيضا معالجة النفايات والقمامة، أيضا الصرف الصحي والحشرات والبعوض واللقاحات، أيضا الكشف المبكر عن المرض ومعالجة المعالجة الفورية عن طريق الرعاية الصحية النظامية. اتباع نمط حياتي قد يؤثر على مستقبل الصحة، مثل نمط الحياة القائم على الاستهلاك المفرط أو غير المتوازن للأغذية، وأيضا قلة النشاط البدني ويعني مثلا التدخين يؤدي إلى تفاعل العوامل مع بعضها فتؤدي إلى السمنة والإصابة بالاضطرابات القلبية والوعائية والسكري. من الضروري استشارة الطبيب المختص وأيضا الاستشارات أخصائي التغذية، ومن الضروري أيضا الوقاية من بعض الأمراض الموجودة، مثل مرض الحصبة الألمانية التي تكون بسبب راجعة إلى فيروس، وهذا الفيروس موجود في أغلب البعوض. عندما تلدغنا بعوضة ممكن تسبب لنا أمراض كثيرة، لازم نقي أنفسنا من هذه الأمراض. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.